أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالخطوة المتقدمة التي اتخذها المجلس الأعلى للمرأة بتدشين الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، والذي تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي. وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها المجلس بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي تثمر عن مزيد من الخطوات والمبادرات المعززة لعطاءات المرأة البحرينية، بما يؤكد أدوارها المؤثرة والمهمة في مسارات العمل الوطني. وأكد معاليه أن الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية يشكل مرجعا ومنهجا استرشاديا مهما للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أن المجلس وانطلاقا من دوره التشريعي ودعمه ومساندته لتقدم وتنمية المرأة سيحرص على اعتماده وتبنيه كآلية عمل لأعضاء مجلس الشورى.